بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. اليوم سوف تكون حلقة إن شاء الله لمرضى الأورام الذين يتلقون المعالجة الكيميائية. الذي سأتحدث اليوم عنه فهو مسألة الغثيان والقيء، فسوف نذكر أهم الأدوية التي يمكن أن تتناولها خلال العلاج الكيميائي. طبعا إذا كان العلاج الكيميائي سوف يسبب غثيان وقيء شديد جدا، الطبيب سوف يصف لك الأشياء التالية. أولا العلاج التالي وهو علاج الأبريبيتانت. الأبريبيتانت هذا يؤخذ 3 حبات، كل يوم حبة لمدة 3 أيام. اليوم الأول حبة 125 ملغرام، اليوم الثاني حبة في نفس الموعد 80 ملغرام، واليوم الثالث كذلك حبة 80 ملغرام. ويفضل أن يبدأ به المريض قبل الجرعة بساعة إلى 45 دقيقة. أما العلاج الثاني وهو الأندان سترون 8 ملغرام، أنا أتكلم الآن عن البالغين أو الكبار. 8 ملغرام نعطي دائما من 8 إلى 16 ملغرام قبل الجرعة مباشرة بنصف ساعة، ثم يواصل المريض إما حبة الصباح حبة المساء قبل الأكل بنصف ساعة أو حتى 3 مرات باليوم لمدة 3 أيام، والبعض يفضل يقول 5 أيام، لكن لا مشكلة من 3 أيام إلى 5 أيام. أما العلاج الثالث فهو إما الميتوكلوبرامايد الذي ما يسمى معروف شائع باسم بلازيل، أو دومبريدون الذي معروف باسم موتوليوم. هذا نستخدمه والكثير من الناس تغفل استخدامه، وهو مهم جدا خصوصا للغثيان والقيء الذي يأتي بعد الجرعة. يستخدم دائما هذه الدوائين، إما الموتوليوم اللي هو دومبريدون أو البلازيل اللي هو الميتوكلوبرامايد، يستخدم 3 مرات أو 4 مرات أو حتى 6 مرات عند الحاجة إليه. ونحن نفضل أن نستخدمه 3 مرات قبل ما تأكل بنصف ساعة. أما إذا زاد الغثيان أو استمر الغثيان لا مشكلة أو لا ضير أن تستخدمه كل 4 ساعات. أما العلاج الرابع فهو الديكساميثازون. إذا كانت الأدوية سوف تسبب غثيان وقيء شديد جدا فنعطي ديكساميثازون أيضا 4 ملغرام الصباح و 4 ملغرام الليل لمدة 3 أيام على الأقل. وهذا الديكساميثازون فائدته أنه يخفف من الغثيان، أيضا يفتح الشهية. وأحيانا نلقي صعوبة أنه نعطي للمريض ديكساميثازون لمدة 4 أيام أو 3 أيام، لأنه لا يجد أحد أن يعطيه بالإبر، فنضطر لإعطاء علاج اسمه أبيدون وهو شراب نعطي 3 مرات بعد الأكل بساعة لمدة 3 أيام، ثم نعطي مرتين باليوم لمدة 3 أيام، ثم مرة واحدة باليوم لمدة 3 أيام. هذه هي أهم الأدوية التي حاولت أن أجمعها لكم. كل مريض يراجع طبيبه ويسأله عن هذه الأدوية، عن إمكانية استخدامها، فهناك محاذير أحيانا بعدم استخدام هذه الأدوية. بالأخير أتمنى لنا ولكم دوام الصحة والعافية، ولكم جزيل الشكر. مشاهدين الكرام، اشتركوا بقناة بابا، فعلوا الجرس، فعلوا لايك، ويصلكم بكل جديد.